ما نقدرش ننكر اكيد كمان اللي قدر انه يخرج منها كل الحاجات دي هو المخرج رامي امام، اكيد اللي بقى معانا عبر سكايب. مساء الخير يا رامي، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. مساء الخير يا بسنت، وكل سنه وانتم طيبين، وجمهور الام بي سي ترندنج وام بي سي طيبين وبالف صحه وسلامه. وازيك يا صبحي، وازيك يا نور، اخبارك ايه؟ والله بقالي فتره ما اتكلمناش، وسعيد اني موجود معاكم النهارده. نحن اسعد طبعا. اسعد رامي طبعا. النهارده بنكلمك على المسلسل ونجاح المسلسل، بس كمان حابين نركز اكتر على الدور اللي انت عامله مع الفنانه القديره دلال عبد العزيز. احنا شايفينها طبعا معاك في حته ثانيه خالص غير اللي شفناها فيها قبل كده، حاسه ان انت طلعتها من جلدها، فحابه اعرف منك ازاي اشتغلتوا على الكاركتر، كاركتر عفاف طبعا اللي طالع معانا بالشكل ده. بص يا باسنت، هو يعني تقلي كده لما تقري الورق في الاول، في شخصيات بتنادي اصحابها، يعني لما تيجي تقري الورق وتشوف شخصيه عفاف على طول تيجي في بالك الاستاذه الكبيره دلال عبد العزيز. يمكن كان هي اول ترشيح جالي، اول ما شفت دور عفاف كلمتها، رحت قعدت معاها، عجبها الدور جدا. انا كان نفسي ان انا اشتغل معاها من زمان، انا كان ليا الشرف ان انا اشتغل معاها من 93 او عام 93 لما عملت ابنها في النوم في العسل يعني. فدي تاني اشتغل معاها بقى كمخرج. الحقيقه يعني مش عايز اقول لك عملت معانا ايه، مدام دلال ممثله قديره وكبيره، اشتغلت على الدور جدا، وكنا بنقعد انا وهي نتكلم مع بعضينا وبتسالني اسئله وذاكرت الدور كويس قوي. انا بصراحه يعني شرفت ان انا اشتغلت مع الاستاذه الكبيره دلال عبد العزيز. حقيقة عن جد رامي، مشاهد دلال عبد العزيز ممتعة للغاية، عن جد كتير حلوة، يعطيكم العافية. بس أكيد لازم أسألك عن الزعيم اللي الكل منتظره هذا الموسم ليشوفه، بس قبل ما أكفي عن دور فالنتينو، هو كيف صحته هلا؟ كيف شو عم يعمل بالحجر المنزلي؟ كيف عم بيتعامل مع الموضوع؟ حابين نعرف. إحنا كلنا كورنتين في البيت يا صبح، قاعدين بنتفرج على المسلسل وبناكل. تقريبا. ما بنعملش أي حاجة. الحمد لله تمام. هو طبعا يعني بعد ما خلصنا المسلسل اخذ بقى اجازه استراحه الحمد لله، وحاليا بيتفرج بقى على المسلسل وبيتابع ردود الافعال، فالحمد لله. طب كيف اشتغلتوا على دوره كفالنتينو؟ يعني شو كان الشيء الجديد اللي قدرتوا تقدموه على صعيد الدور؟ اعتقد ان الدور بتاع فكره صاحب الراجل، رجل اعمال، صاحب المدارس، الراجل اللي هو فالنتينو. طبعا الاسم فالنتينو ده يعني يمكن يكون يشدك في الاول، تعرف الراجل ده هل له علاقه بفعلا بفالنتينو ملوش علاقه. فبدا الاستاذ عادل حب جدا الموضوع، يعني الاستاذ عادل اول ما جيت حكيت له الموضوع حبه قوي، قال انا ما عملتش ده قبل كده، انا عايز ان انا اعمله. واعتقد اقدر اقول حاجه يمكن اكسكلوسيف لام بي سي ترندنج، ان المسلسل لسه ما بداش يا جماعه. المسلسل يعني والله حسينا يا رامي انه ما بلش، لسه ما بدأش خالص. المسلسل هيبدا بالظبط من بكره طالع كده. حمستنا بزياده يا جماعه، احنا اتحمسنا.